ثروات فوق الرمال تفوق ما هو تحتها، معادن نادرة وطاقة شمسية جبارة، كنوز الخليج غير المرئية. فالخليج سيتحول شيئا فشيئا نحو مصادر الطاقة النظيفة، ولسان حال دوله اليوم وداعا أيها النفط. فها هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وغيرها نزعوا غبار النفط والغاز واتجهوا نحو المعادن والطاقة النظيفة. كيف سيحدث هذا ولماذا؟ وما هو شكل الخليج ما بعد النفط؟ نناقش معكم هذا في الفيديو التالي. كل ما عليكم فعله هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم لنا لنبدأ القصة. الخليج ما بعد النفط. قبل الحديث عن الخليج فيما بعد النفط، دعونا نتحدث رقميا حول نسب النفط في دول الخليج العربي. تساهم دول الخليج بنحو 10% من إنتاج الغاز في العالم، وتساهم أيضا بنحو 20% من إنتاج النفط العالمي. القيود المفروضة على روسيا خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية أطلقت العنان لدول الخليج في مجال الطاقة والنفط، فزاد نفوذ دول الخليج كموردين بدلاء في أسواق الطاقة. بينما أسهمت أحداث عالمية من بينها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ومؤتمر إكسبو دبي، ومؤتمر كوب 28 في الإمارات، وكذلك التطور السعودي الهائل. كل ذلك ساهم بتعزيز مكانة دول الخليج كمراكز دولية محورية. لكن ماذا عقب النفط؟ تمنيات كثيرة في دول الخليج العربي بالتحول نحو الطاقة النظيفة بشكل كامل، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدفها بإنتاج 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. أما الإمارات العربية المتحدة فتسعى للوصول لنسبة 44% بحلول عام 2050، وذلك وفقا لما أعلنت. دول خليجية عدة تسعى لتقليص الاعتماد على ما يسمى بالوقود الأحفوري، ويضرب المثل في ذلك بدبي، حيث لم تعد العائدات من الوقود الأحفوري تمثل سوى 5% فقط في الإمارات العربية المتحدة. دول أخرى في المنطقة غير الإمارات تسعى لتقليل الاعتماد على النفط والوقود، من بينها سلطنة عمان. ففي عام 2017 شكل النفط نحو 39% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتسعى لخفض تلك النسبة إلى 8.4% بحلول عام 2040. وتركز عمان على قطاعات عدة من بينها السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، وبجانب هذا ستعتمد على التجارة بشكل أكبر. أما السعودية فتراهن على صناعة الهيدروجين الأخضر ليحل بديلا للنفط والوقود الأحفوري، هذا بجانب بناء صناعة تعتمد على الطاقة المتجددة لإنتاج سلع مثل الألمنيوم، وذلك بالتعاون مع الإمارات. السعودية والإمارات وقطر وعمان يتجهون للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للطاقة غير النظيفة مثل النفط والغاز. الطاقة الشمسية مستقبل الخليج. تعد منطقة الخليج العربي من أكثر الدول عرضة للشمس في العالم، حيث تصل درجات الحرارة فيها إلى ما بعد 50 درجة مئوية، ويساهم هذا بإنتاج الطاقة الشمسية، حيث إن كل متر مربع من الأرض في الخليج من الممكن أن يولد طاقة تعادل تقريبا إنتاج 1.1 برميل نفط في السنة. تسعى دول الخليج العربي لتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية كجزء من خططها للتحول نحو الطاقة المتجددة، وقد قطعت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه من خلال إنشاء العديد من المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. فالسعودية على سبيل المثال لا الحصر تملك 8 محطات رئيسة للطاقة الشمسية، وهي محطة سكاكا، ومحطة جدة، ومحطة القريات، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة رفحاء، وأخيرا محطة سدير، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 3370 ميجاوات. وهنا سنناقش مشروع محطة سكاكا فقط، الذي انطلق في عام 2021
ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، حيث يعتمد على أحدث تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ويضم نحو 1,200,000 لوح شمسي. تصل قدرة المشروع إلى 300 ميجاوات، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 45,000 وحدة سكنية. كما يسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 500,000 طن سنوياً. أما الإمارات العربية المتحدة فقد عززت مكانتها في هذا المجال من خلال امتلاكها لتسع محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أبرزها مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة، ومحطة الشمس، ومشروع الطاقة الشمسية المركزة CSP. يعد مجمع محمد بن راشد المكتوم من المشاريع الطموحة، حيث من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. بينما محطة الظفرة فتصنف كأكبر محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وفي قطر تم تدشين محطة الخرسعة بالتعاون مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية وماروبيني اليابانية، وتنتج المحطة ما يقارب من 800 ميجاوات، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في قطر مستقبلاً. أما سلطنة عمان فقد دخلت هي الأخرى السباق عبر مشاريع طموحة في قطاع الطاقة الشمسية، ففي عام 2023 افتتحت محطة منح 1، وتخطط لتشغيل محطة منح 2 في عام 2025. وتهدف السلطنة من خلال هذه الخطط لأن تغطي الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030. الابتعاد عن النفط والبترول والاقتراب أكثر من الطاقة الشمسية، ربما يكون هذا عنوان دول الخليج بجانب المعادن النادرة. المعادن النادرة، كنوز الخليج غير المرئية. تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصادها والاتجاه نحو التعدين بشكل أكبر وإعادة توجيه عائدات النفط، وذلك لضمان توفير النحاس والنيكل والمعادن الأخرى الضرورية لخطوط نقل الكهرباء والسيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة. فالسعودية على سبيل المثال تريد أن يساهم التعدين بمبلغ 75 مليار دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035، وهي زيادة كبرى تقدر بنحو 17 مليار دولار. أما سلطنة عمان فقد بدأت ببناء أكبر مصنع للصلب الأخضر في العالم، حيث يخطط لاستخدام خام الحديد من الكاميرون. ولنأخذ المملكة العربية السعودية مثالا عن قرب، فضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى السعودية لجعل التعدين والمعادن الركيزة الصناعية الثالثة بجانب النفط والبتروكيماويات. وتخطط المملكة لاستغلال أصول معدنية تقدر بتريليونين ونصف تريليون دولار بمساعدة أرامكو وشركة معادن، لكن هذا سيستغرق سنوات. وفي مؤتمر بالرياض قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: لدينا أكبر برنامج تنقيب في العالم، لكننا نفتقر لبعض المعادن الضرورية. ولتغطية هذا النقص أنشأت المملكة شركة منارة للمعادن بالتعاون بين معادن والصندوق، وذلك بهدف استيراد النحاس والحديد والنيكل والليثيوم ومعالجتها محليا. منطقة الخليج ترسم طريقها من دون النفط والوقود الأحفوري، فبالطاقة الشمسية والطاقة الخضراء والمعادن ستسطع شمس الخليج من جديد، ولكن بدون نفط.